كان عندنا شركتين طايرين ما عم نلحقلهم، اجتنا وحده قويه كثير. صباح للي عنده صباح، مساء للي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. تليفون 24 جيجا رام 256 جيجا قد ايه حقه؟ حلل يا دواري. تفضل لنشوف. اليوم عندنا تليفون جديد تايجر 12، سابقا كان اسمه تايجر 10، وهيئتنا بال 24 لانه 24 جيجا رام رايحين للاعلى. 12 زائد 12 24 جيجا رام 256 جيجا. هيدا بيجي اندرويد 13، هيدا بيجي 64 ميجا بكسل ب 13 ميجا بكسل، اكيد الخلفيه والاماميه. خلينا نشوف عن قريب. اول شيء البروتكشن ضد الكسر، ثاني شيء شوف الكاميرات 64 ميجا بكسل والرير 13 ميجا بكسل. هني اعطونا اياه ببلاش، لو خزقت ما بيأثر يعني. شوفوا منا تليفون، هلا حنشوف الالوان. شوفوا منا فخامه، اكيد صرتوا تعرفوه، شارك والتايجر اخوه وما حينفصلوا. هيدا التليفون بيجي 64 ب 13، بطاريته 5000 ملي امبير، 33 وات دبل تشارج، 33 وات 3.5 مثل ما قلنا تايب سي. هيدا التليفون في شيء جديد، في بقلبه ان اف سي اكيد، تاب تو باي يعني بتقدر تدفع على الطرقه. ميديا تك هايلو جي 99، شو بقى بدي اقول لك، اندرويد 13، دوك او اس 4.0، 6.78 الشاشة، 120 هرتز. بدك تحلل؟ حلل لقلك. هيدا التليفون مثل ما اتفقنا أول مرة بيجي تليفون 24 جيجا رام بهيدا السعر اللي هو 256 جيجا. هلا حنقلك السعر، خليك. شو بيجي معه التليفون؟ أكيد شفنا تليفونات جديدة كتير، بس ما شفنا تليفون بيجي معه تايب سي تو تايب سي. يعني تايب سي تو تايب سي. تشارجر اكيد بده يجي تايب سي، فاست تشارج 33 وات. الكفر اللي بيجي معه كفر حامي للشاشة، مش بس للشاشة، للكاميرا يعني ما بتتأثر لا بالتصوير ولا بالفلاش، وحتى اذا اجت وقعة بلشت تحكي جايين يعني اذا اي شيء الوقعة بتجي على الكادر تاعها ما بتأثر. يعني ما بدنا بروتكشن للشاشة، ما بدنا بروتكشن. هيدا التليفون مثل ما اتفقنا 24 جيجا رام 256 جيجا. هيدا التليفون بيطلع معه الشمسية، البلوتوث للسيارة، الهودلر للسيارة، ستاند بالبيت انتو عم تحضرني على التيك توك، الكاب والسماعة المرتبة، مش رخيصة، المرتبة. هيدا كله الباكج. بأول فيديو كان 185، بتاني فيديو 175، لانه في فرق شيء كان بالاوفر، فموجود ايمتى ما بدك فيك تستلمه. وصار فيني اقول لك حلل يا دواري، روح.